الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لأن أمثلتنا الشعبية منتجنا الوطني، ولأنها إرثنا الحضاري، ولأنها تجربة إنسانية وقعت في الزمن، لأجل ذلك كله استحقت هذه الأمثلة أن نتوقف عندها بالدراسة والبحث لنعرف مدى ثراء هذه مدى ثراء هذا المنتج، ومدى غنى هذا التراث، ومدى صلاحية هذه التجربة لتستمر معنا بعد ذلك في الزمن، موجهة لسلوكات أفرادنا. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع مثال آخر من أمثلتنا الشعبية التي نعرضها على ميزان الشرع والعقل لنعرف مدى صلاحيتها في أن تستمر موجهة لسلوكاتنا ومشاعرنا في هذه الحياة. اليوم سنتحدث على مثال شعبي من أشهر الأمثلة الشعبية التي يقولها الناس في كثير من المواقف وهم يتوجهون بها إلى بعض الناس. قال أجدادنا وآباؤنا قديما ولا زلنا نقول بعدهم لبعض الناس: اللي فات زمانه ما يطمع في زمان الناس. أعيد: اللي فات زمانه ما يطمع في زمان الناس. والمعنى واضح، أن الإنسان إذا مضى زمانه، مضت فترة من حياته، فلا يجب عليه أن يعود القهقرة في بعض الممارسات إلى سن لا تصلح معها بعض الممارسات. اللي فات زمانه ما يطمع في زمان الناس، وكأن هذه الحياة مقسمة إلى أزمنة، كل زمن يمكنك أن تفعل فيه شيئا، فإذا فات ذلك الزمن فذلك الفضاء إنما جعله الله عز وجل وسنته في الكون جعله لأناس آخرين، فعليك أن تغادره، فما عاد لك دور في ذلك الزمن لتقوم به. الحقيقة أن رب العالمين وهو يتحدث على الإنسان تحدث على مراحل يعيشها الإنسان في هذه الحياة، وذلك حتى نعرف مدى صلاحية هذا المثال، لأنه فيه جانب إيجابي ما في ذلك شك، ولكن فيه أيضا جانب سلبي يجب أن نحذر منه وأن نتلافى من أن نقع فيه. يقول القرآن الكريم وهو يتحدث على الإنسان على العمر: الله الذي خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق الله ما يشاء وهو العليم الخبير. القرآن الكريم ها هنا يتحدث على المراحل السنية للإنسان، يقول رب العالمين بأن الله عز وجل خلق هذا الإنسان من ضعف، وعندما ننظر إلى الإنسان أول ما يوجد، هذا إذا لم نتحدث على الإنسان على أصل الإنسان وكيف أنه وجد من طين ثم من ماء مهين، ولكن الصبي الصغير الذي يمثل بداية حياة الإنسان هي مرحلة من أقصى مراحل الضعف، ليس هناك مرحلة ضعف أكبر من هذه المرحلة ذلك أن هذا الصبي الصغير لو تتخلف أمه عن إرضاعه ورعايته لمات، فهذا الخلق الأول خلق من ضعف، ولكنه ضعف فيه مراحل، أي أن الإنسان في السنوات الأولى ينتقل من ضعف شديد إلى ضعف آخر أقل شدة، ولكنها مرحلة ضعف. ثم بعد مرحلة الضعف هذه
تأتي مرحلة القوة، مرحلة الشباب والكهولة، والتي يكون فيها الإنسان قويا، يكون قويا في جسمه، في عقله، في ملكاته، في كثير من الأشياء. ثم بعد هذه المرحلة تاع القوة التي تستمر سنوات كثيرة من الزمن، تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى من الضعف، وهي مرحلة الكبر، مرحلة الشيب، مرحلة الضعف والشيب كما ذكر القرآن الكريم. فالإنسان يعيش مرحلتي ضعف ومرحلة قوة، فمرحلة القوة تتوسط في الإنسان مرحلتي الضعف. قلت المثال فيه جانب إيجابي يجب أن نتوقف عنده وأن نستفيد منه، وهو أن الإنسان وهو ينتقل من مرحلة إلى مرحلة من مراحل العمر، عليه أن يراعي بأن بعض مراحل العمر يمكن للإنسان أن تصدر منه فيها تصرفات معينة، يمكن أن يفعل أشياء معينة، ولكن إذا مضت تلك المرحلة وجاءت مرحلة أخرى بأن تقدمت به السن، فإن هذا الإنسان لا يصلح منه أن يتصرف بعض التصرفات. يعني يستقبح الناس ويستهجنون أن كهلا يتصرف بعض التصرفات الصبيانية التي يتصرفها الشاب البسيط، والناس في الحياة في الواقع يجدون الأعذار لذلك الشاب الصغير، لذلك الشاب اليافع في بعض المواقف، ولكنهم لا يجدون عذرا لرجل وصلت به العمر إلى سن الكهولة. هذا يمكن للناس أن يتوجهوا إليه بهذا المثال ويقولوا له اللي فات زمانه ما يطمع في زمان الناس. ولأجل هذا وجدنا فعلا بأنه في بعض الأنشطة، بعض الأنشطة في الحياة تحتاج نوع من القوة، تحتاج نوع من المهارة، هذه لا يطيقها إلا الإنسان الذي أوتي قوة كبيرة وملكات كثيرة جدا تكون في مرحلة القوة. فإذا بدأت هذه المرحلة في الذهاب واتجهت إلى الغروب، فإن ذلك الإنسان لا يستطيع أن يؤدي بنفس الإتقان وبنفس الإمكانات كما كان يفعل من ذي قبل. ولأجل هذا يأتي القرآن الكريم لينبهنا إلى مرحلة الضعف التي تلي مرحلة القوة. ولأجل هذا نجد حتى في الحياة، يعني نجد حتى في الحياة بعض المهن الناس إذا تقدمت بها السن فإنها تتركها لصعوبة هذه المهنة. مثال موجود الآن بكثرة، مثلا الناس الذين يمارسون بعض الرياضات التي تحتاج قوة بدنية كبيرة جدا، فبمجرد أن يبدأ يتجه إلى الكهولة فإنه يتخلى عن هذه الرياضة، مهما كان نجمه لامعا ومهما كان اسمه ساطعا، فإنه يعرف بأن قدره في أن يترك هذا المجال، لأنه لم يعد أهلا ليقدم فيه ما كان يقدم عندما كان قوي. هذا معنى صحيح، ولكن أن يقال للناس بأنه لأنه بدأت تتقدم بك السن يجب أن تنزوي وتروح الركنة وما يعودش عندك دور في الحياة، هذا معنى سلبي نحذر منه ونقول بأنه معنى لا يستقيم ولا يصح. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس كيف يعيشون في الحياة، وسيدنا ابن عمر رضي الله عنه في الحديث يقول عش لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ليس معنى أن الإنسان تتقدم به السن ينعزل ولا يؤدي بعض الأعمال التي يجب أن يؤديها، بل بعض الأعمال تتطلب أن تتقدم السن، خاصة ما تعلق بالبحث العلمي وبعض المعارف والإدراكات التي
يدرك هؤلاء الأشخاص، ويظل الإنسان متشبثا بالأمل في الحياة، مؤديا لدوره مصلحا في الدنيا، ما ظل حيا إلى أن يتوفاه الله عز وجل. فإذا في هذا المثال نفرق بين معنيين، أحدهما صحيح ونقول بأنه يجب أن تحترم فيه السن، ولكن المعنى الآخر الذي يحاول أن يصور الإنسان الكبير هذا على أنه يجب أن يكون على هامش الحياة ولا دور يبقى له في الحياة، هذا نقول بأن هذا معنى لا يصح ولا يستقيم. إلى أن يجمعنا الله تعالى في لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.